في حلقة اليوم من ديزاين. أبراج عالية ومعالم سياحية، فنادق عالمية حاصدة للنجوم الرفاهية، مطاعم أوروبية وآسيوية تختلف في التصاميم ويجمعها الذوق الرفيع. كل هذا وغيره في Best of Design حصرياً على شاشة SBC. وزي ما تعرفنا على المهندس نورمان فوستر، رح نتعرف على واحد من أهم أعماله اللي موجودة في الرياض. طبعاً مبنى الفيصلية غني عن التعريف ومن أقدم المباني اللي موجودة عندنا في المملكة. بس ليش تصمم بهذه الطريقة؟ إيش الأسباب اللي تميزه عن غيره؟ وتفاصيل كثيرة رح نعرفها عن الديزاين هنشوفها الآن. أعرف أكثر عن بدايات المبنى، من وين جت الفكرة وإيش أساسنا الفيصلية وإيش هو؟ نضجت الفكرة من مؤسسة الملك فيصل خيرية. طبعاً المؤسسة كان لها أهداف في هذا الموضوع، اللي هو أولاً طبعاً أهداف غير ربحية، لكن فقط زيادة الإيرادات لدعم نشاطاتها الخيرية. أوكي. نشاطاتها الخيرية اللي الإنسانية والتعليمية والثقافية اللي تفيد المجتمع ككل. دعي أكثر من مكتب استشاري لتصميم المجمع، قدموا تصاميمهم، الاختيار كان على المصمم المشهور نورمان فوستر. تطورت الفكرة حتى مع نورمان فوستر، بدأ العمل في البرج والمجمع في تقريبا عام 1997. خلال 3 سنوات تم افتتاح المجمع. كل اللي تشوفوه في مجمع الفيصلية من إيرادات للبرج، من إيرادات الفنادق، من إيرادات المول، كلها تروح لأهداف خيرية. خلينا نشوف التصميم. طبعاً مثل ما أنت شايفة هو مجمع كامل، مجمع كامل متكامل. الميزة في المجمع أنه يربط كل شيء، مكتبي، تجاري، حفلات، سكني. مثل ما انت شايفه برج الفيصلية يحتوي على لبي، بعدين يجي فوقه 30 دور مكتبي، بعدين تجي الكرة الذهبية والبلورة اللي هو مطعم الجلوب. بعد ما أصرت المؤسسة وصاحب سمو الملك الكريم خالد الفيصل وأمير بندر بن سعود على إيجاد تحفة جديدة تخدم البرج وتخدم زوار مدينة الرياض. أوكي. فاستحدث البلورة في آخر جزء من بناء البرج. يعني بعد ما بنى البرج بحدود 13 طابق استحدثت فكرة البلورة. هي طبعا صايرة زي التشيري اون توب، عرفت تجيب الكرز تحطها آخر الكيكة. طالع كأنه حلاة أبرزت. بالضبط. طب هذا بالنسبة للبرج، إيش الفكرة من المجمع اللي حوله؟ فيه الفندق الفيصلية، وفي فيصلية سويتس، وفي الفيصلية مول، ومنها طبعا مثل ما قلت لك زيادة إيراد للمؤسسة علشان تدعم نشاطاتها الخيرية. أبدا، خذوا جولة في التاور ونلتقي إن شاء الله. وش تنصح أبدأ بإيش؟ أنا أتمنى أنكم تبدون بالجلوب، لأنه بتشوفوا الرياض كاملة. على The Globe والدور العلوي اللي موجود فيه واللي هو سيجار لونج. طبعاً حنشوف الآن إحساس المكان، طريقة التصميم،
حنشوف كمان المطعم تحت وإيش الأشياء اللي تميزه وكيف هو مطل على كل أنحاء الرياض يعني من شمالها إلى جنوبها، وفعلاً فعلاً experience جميلة. كثير حلو الفيو كمان من المطعم ويغطي جميع الجهات نفس اللونج، حتى لون الانتيرير الاحمر جاي فيري رومانتيك الواحد الداينينج ات نايت. بعد هذه الجولة الجميلة في ذا جلوب والفيو الحلو، نسيت الأستاذ فهد لازم نلحقه، رح ناخذ معاه جولة في الأوتيل وفي السويت، وكمان رح ناخذ لقطات من الغرف وألوانها والسكيبس. خلينا نشوف. مثل ما انت شايفة الحين احنا في الفيصلية سويتس لوبي. وديزاينها بشكل جميل مرتب، يعكس خصوصية يعكس خصوصية الأوتيل. لاحظت انه يعني في بعض الاوتيلات تعتمد المودرن كولرز والاشياء اللي عارف فانكي شويه احنا نسميها، بس طبعا الفيصليه دائما هو مجموعته يعتمدوا الكلاسيك شويه. فعلا احنا عندنا ناس عينهم خبيره دائما يعني تركز على التصميم والالوان وش اللي تريح الجست والضيف اللي عندنا. من أحلى الأماكن اللي الواحد ممكن يزورها في الرياض حالياً، كثير حلو التصميم، حتى البرزنتيشن حق الأكل ديزاين فل، كله كولرز مرتب، طريقة كيف المطابخ مفتوحة لكل سكشن. من ضمن التفاصيل اللي جداً عجبتني، واحد من السكشنز اللي موجودة في المطعم عاملين الوال بفولدد فابريك أو ماتيريال، خلونا نشوفه. كثير حبيتها مرة، it's so inspiring، يعني الواحد ممكن حتى يستخدمها عنده في البيت، في living room، في الجدار من الجدران الموجودة في أي غرفة، cozy، ويعطي شوية نوع من الصوت الخافت في المكان، فالفكرة حلوة وشكلها حلو، تناغم الألوان وجديدة إنه الواحد يحط folded fabrics أو أقمشة مطبقة بهذه الطريقة، مرة حبيتها مرة. Mia Bella, come to me, for my heart is longing for you. هنلاحظ ان السبيس مره حلو، طريقه الكيتشن كيف مفتوح مخلي الانتراكشن جدا جميل مع الكاستمرز، بعدين مستخدمين الخشب والحجر والجلاس، فهذا الكومبينيشن اعطى للمكان احساس حلو وديزاين جدا جميل ومختلف عن غيره. هنلاحظ ان السبيس جدا جميل وكل سكشن له طابع خاص فيه، بس كلهم متداخلين مع بعض، وكمان مستخدمين كثير من الاشياء القديمه او التراثيه زي قوالب المعمول وبعض الفخارات اللي موجوده، وحاطينها بطريقه مره مودرن وجميله.
خلينا نشوف بعض السكشنات وكيف الطريقة اللي هم عملوا الديزاين فيها ووحدوها مع بعض في سين واحد. Il mio cuore tuo. من احلى الاماكن اللي عجبتني في المطعم هذا السكشن اللي هو جاي على الاخير, very cozy. الالوان اللي مختارينها مع طريقه حطت الكتب, على فكره دي كتب بتس اوثنتيك يعني اصليه مش شكل بس للديزاين, ومن جميع المجالات في الاجتماع في النيوز في الديزاين, فبالتالي اعطت فايب للمحل بطريقه جدا جميله. حلو الواحد هنا يقضي فيها افترنون, يشتغل, ياخذ قهوه كده على السريع, ممكن يقرا حتى فيها كتاب, فهي معطيه طابع المكتبه على مطعم. واخر منطقه هي المنطقه الخارجيه او الاوتدور الموجوده في المطعم, كثير حلوة لأنها جاية كونتراست مع الفيصلية أو تكملة لبرج الفيصلية اللي جاي هنا وراء الخشب. طبعاً هم عاملين الكيوبس مودرن فجاي أسندنج مع الجزاز والحديد اللي موجود وراء. اليوم في المملكة وهو واحد من أهم الأبراج الموجودة في الرياض, واقفين على المدخل الرئيسي لهالبرج. طبعاً البرج عنده 4 مداخل وكلها سهلة الوصول إلى المول اللي موجود في السنتر وعلى 3 طوابق. بعدها طبعاً في مكاتب وفي أوتيل وفي أهم برج لازم الكل يشوفه اللي هو سكاي برج. خلينا نطلع نشوفه سوا. طبعاً الكل يعرف برج المملكة واللي هو واحد من أهم الأبراج الموجودة في الرياض, يعد ثالث أطول برج في العالم من ناحية الفتحة الموجودة في التصميم واللي اسمها The Necklace أو القلادة. تم تصميمه في عام 2002 من عمرانية وألير, وطبعاً أخذ وقت مرة طويل إن هم يختاروه لأنه كان جداً صعب تنفيذه. من هذاك الوقت إلى اليوم طبعاً فتح فيه المولز والأوتيل وفي أوفيسز وأربع إنترنس علشان تسهل الدخول على البرج. هنشوف مع بعض شوية تيبس من داخل البرج بما أنه إحنا الآن على البرج, وكمان هنشوف بعض الديزاين الموجودة فيه من الداخل. موجودة في البرج يزن 300 طن وموجود على ارتفاع 300 متر. الحلو فيه انه مرة سمبل, ما في ألوان وزحمة كثير, فبالتالي أي أحد موجود على الأرج أو التقوس الموجود هنا يقدر يشوف الرياض من الناحيتين ومن جميع الجهات. مستخدمين اللون الأبيض وطبعا الكزاز اللي موجود ريفلكتيف بلو من برا, ونفس الحكاية اللي موجود على السقف هنا يعطي نفس الريفلكشن رغم انه هو ربر أسود. أكثر شيء يميز المملكة عن غيره من الأبراج طبعاً الفيو الموجود على السكاي بريدج, وهذه النقطة اللي تخلي دائماً التورست
من المملكة أو خارج المملكة يجوا علشان يشوفوا الفيو من الناحية الثانية. اليوم احنا في مطعم دايموند، واحد من اقدم المطاعم الموجوده في الرياض. طبعا يمكن اهل الرياض يعرفوه ومتعودين عليه، ولكن في بعض التفاصيل اللي موجوده في التصميم انا اتوقع الاغلبيه ما انتبه له. اليوم حبينا ان احنا نتكلم فيها ونشوف كيف الكوزين اللي هو طبعا ياباني او اسيوي ان جنرال عاكس على الديكور، وفي تفاصيل كثير حلوه حابه انه خارج منطقه الرياض تعرفوا عليها معانا اليوم في ديزاين. خلينا ناخذ جوله مع بعض ونشوف كيف. لفتني تمثال البسة أو القطوة لأنه يعتبر رمز عند الصينيين لجلب الحظ، دائماً ما يحطوه في مطاعم أو مثلاً محلات ستورز مداخل أي حاجة فيها الناس بتدخل وبتطلع علشان يجذبوهم للمحل. يوجوالي هي طبعاً بتحرك يدها أز أنه بتقول للناس تعالوا، بس هنا طبعاً ثابتة. اللي ممكن تسافر قبل كده لأي دولة آسيوية وخصوصاً للصين رح يلاحظها في أكثر من مكان. طبعاً راعوا مرة موضوع البرايفسي، فعملوا كثير من الطاولات نوعاً ما متغطية، فاللي ممكن يجلس to dine in يكون عنده البرايفسي. الحلو فيه إنه في النهار أو في بعد الظهر، لأنه أكل آسيوي في more of a lunch، إضاءة الشمس مرة حلوة على الجلسات يعني شرح. وفي طبعاً تفاصيل اللي هو اللمبات، اللايتس، لون الكنب، لون غطى الطاولة، كل هذه معطيها ثيم واحد طبعاً، واستخدام الخشب والحجر اللي موجود على كل أركان المكان.
حلو الالوان اللي موجوده ان هم دمج الجرين مع البلو كثير حلو. عرفت سبيشز يعني واسع يكفي جمعه كبيره في برايفسي عاليه. واضح كيف مستخدمين الساموراي في أكثر من مكان في المطعم، وكمان تماثيل مختلفة زي الهورسز الموجودة هي الأحصنة بالطريقة الصينية تشير بلاسم طبعاً اللي هو جزء من الجابانيز كولتشر، وكمان طريقة الخشب اللي محطوطة على بعض الطاولات والبراويز في المكان. شفنا كيف الباترنز اللي كمان محفورة على البارتيشنز اللي بتفصل ما بين سكشن وسكشن أو قسم وقسم. هذه كلها تخلي الواحد لما يجي يدخل في دايننج اكسبيرينس يعيش الاجواء بكلتشر، مش بس في الاكل والتيستو، كمان حتى بالاجواء الموجوده. الشاندليرز او النجف اللي موجود على شكل قفص عصافير، وفي شمعات مره خافته مع اللون الاسود اللي على السقف اللي في الارض، معطيه ديم لايت وبتخلي الاكسبيرينس احلى. حابة أختم الفقرة بطريقتي. فقرة اليوم حتكون عن أوتيل جداً حلو ومختلف، أولاً عشان الفاسيلتي اللي فيه، ثاني عشان اللوكيشن اللي كمان موجود الأوتيل فيه. الآن الرياض صايرة هب، فكثير من الناس بينقل عليها أو بيجي عليها نظراً للفرص ونظراً هي طبعاً العاصمة. هالأوتيل فيه ميز جداً حلوة، خليني أخذكم في جولة معايا ونشوف إيش هي هذه الميز. ألوانه مرة حلوة، نود مريحة للعين، في نفس الوقت معطية مساحة للمكان، سقف عالي.
على فكرة مستخدمين تايجر آي ستون على خلفية الريسبشن كاملة، ويعتبر جدا اكسبنسيف ستون يعني، فأعطاه جدا طابع حلو فخم الانترنس، كثير حبيته. خليني أعمل تشيك إن على الغرفة، وعلى هذا الوقت أو في هذا الوقت ناخذ لفة على بعض الفاسيلتيز اللي موجودة في الأوتيل. بعد ما عملنا تشيك إن خلينا نشوف اللونج اللي موجود، لأنه من الأشياء اللي كمان مرة حلوة في الأوتيل. لاحظوا إنه كل الأوتيل فيه كثير حجار مستخدمينه كذا مع باترنز. كثير حلو سبيس. لو لاحظتوا إنهم مستخدمين الترينجل باترنز في كل الأوتيل، حتى على الشاندليرز، وهذا بيعكس نفس المبنى اللي هو مصمم على أساسه. كل واحدة أو كل كريستالة عبارة عن ترينجلز كمان. خلونا نشوف اللاونج. كثير حبيت ألوان البزنس لونج اللي موجودة بالهيلتون، وغير كذا يعتبر جديد، فبالتالي ما هو مستهلك، ينفع للميتينجز، ينفع للون تو ون جلسة كمان. هنلاحظ أنه حتى الكاربتس ألوانها جدا متناسقة مع الفرنتشر، مستخدمين العودي، مستخدمين الخشب على الوالز، حاطين فيه لوح كثير مفخمتها. الهاي سيلينجز مرة أعطاها سبيس وإحساس جميل. وفي كمان كذا كورنر صغير للكنابيز والأشياء اللي واحد ممكن هو يخدم نفسه فيها while having their meetings. كثير حبيته. كمان راعوا بعض المجسمات اللي موجودة زي الخيل، كثير أعطاه نوع من العراقة والفخامة في المكان. كثير حبيته. Thank you.
اليوم حناخذ جولة على نارسيس هوتيل، واحد من أهم الأوتيلات اللي موجودة في الرياض. الحلو فيه إنه مساحته مو مرة كبيرة، أجواءه كثير حلوة وماخذ طابع الكلاسيك، عشان كذا حبينا اليوم في ديزاين نعطيكم شوية من هالطابع ونعيش في أجواء هالأوتيل. حتشوفوا معانا الألوان، حتشوفوا معانا اختيار الماتيريالز والماربلز وطريقة تصميم الأوتيل. حبيت إن أنا أخذكم معايا في جولة اليوم ونشوف مع بعض ليش هو مميز. لوب الأوتيل صغره وفي نفس الوقت الهاي سيلينج اللي موجود معطيه المساحة. الألوان اللي مختارينها مرة حلوة، التفاصيل اللي موجودة والأكسسبيليتي لأكثر من مكان، يعني دخول اللونج سهل، الكونسيرج سهل الوصول له، الريسبشن، الإليفيترز اللي تطلع حتى على الغرف، الشانديليرز طبعاً هتشوفوها معنا كيف تفاصيلها كثير حلوة، النافورة على المدخل so welcoming، تفاصيل الفلاورز اللي مدمجة مع طبعاً ألوان الأوتيل. في أكثر من شغلة تعطي إحساس بالوسع وباللكجري فيلينج. على سبيل المثال هالممر اللي موجود واللي يودي على إليفيتر الغرف وكمان مدخل اللونج والحمامات. الله يكرمكم. طريقة تصميمه إنه يكون بهذه الطريقة داخل الشمس من هذه الجهة واللايتنج من هذه الجهة، اللوح اللي حاطينها كيف عاكسة على ثيم الأوتيل، ألوانه والشاندلير رائع.
هذه كانت جولتنا في أوتيل نارسيس بالرياض. حبيت إنه إحنا غطينا أكثر من مكان وتعرفنا على أوتيل ببراند محلية، وزي ما بدأنا في اللوبي رح ننهي منه. في ديزاين حبينا نتعرف على مصممين وارتست مختلفين في المملكة، فجينا على جدة وحبينا بنبدأ بمطعم جديد فاتح في موفنبيك جدة التحلية أو موفنبيك التحلية جدة. طبعا المطعم اللي حلو فيه إنه هو ميكس ما بين الثقافة الهندية وانسبايرد باي ذا ساودي كلتشر وخصوصا جدة القديمة. وطبعا هذا المطعم يعتبر أول مطعم ينفتح في جدة باي أميشلن ستار فينيت باتيا. خلونا ناخذ جولة ونشوف كيف هو مزج هذه التو كلتشرز مع بعض ونعيش الأجواء في المطعم. طبعا هنا الشيف اختار أقمشة مرة تعكس الألوان الحجازية، يمكن شايفين الكوشنز كيف موجودة عندنا بالأقمشة القديمة واللي also it's mixed kind of بالحضارة الهندية، لأنهم مرة معروفين بالفابريكس، معروفين بألوانهم، ألوان صارخة ميكس كثير ما بين مثلا الألوان الباردة والألوان الدافئة. طبعا زي ما أنتوا عارفين عادة المطاعم الهندية دائما يكون فيها هذا السيجنتشر إنه يعملوا على القزاز، الطباخ يكون بيعمل خبز النان تبعهم أو بعض الأشياء اللي يحتاج فيها بيت أوف فاير. شيء جدا يميز الأوتيل المساحة اللي هم عاملينه في النص، طبعا بحكم انه كثير عندنا من الأوتيلات يحب البرايفسي ما يحبوا يخلوا انه هو البول يكون مطلع على اي شيء، فنادرا ما نحصل الأوتيل البول حقه مفتوح وشرح جاي في النص تطلع عليه طاولات، يعني ممكن تكون في ام اولادها بيلعبوا تكون تطمن شايفه. زي الأوتيلات اللي برا عاده تكون البولز مره كونكتد لسكان الهوتيل نفسه.